من أيام حياته الخالدة يوم مبعثه. يوم مبعثه كان في رمضان، هذا ظاهر القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان يوم البعثة يوما عظيما جليلا، به أضحى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد قال بعض أهل العلم إنه نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، لأن أول ما أنزل عليه عليه صلاة الله وسلامه يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كما أن من أيامه الخالدة صلوات الله وسلامه عليه يوم هجرته، وقد دخل المدينة صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وظاهر الأمر أنه دخل في اليوم الذي ولد فيه، فإن كان اليوم الثامن قد ولد فقد دخل المدينة في اليوم الثامن، وكذلك إن كان التاسع أو العاشر أو الثاني عشر فيكون يوم دخوله المدينة عليه الصلاة والسلام قد تم له من العمر 53 سنة، 53 سنة. ثم قضى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام 10 سنين فيها تلك المدينة المباركة الطيبة الطاهرة التي أضحت بعد ذلك أنها فيها مرقده، مضجعه، أي بتعبير أوضح مدفنه، دفن فيها وهو صلى الله عليه وسلم. لا تأكل الأرض جسده، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يوم هجرته، كان كذلك في أيام في يوم ربيع الأول. كما أن من أيامه الخالدة يوم فتح مكة، فإن الله عز وجل أعاده إلى مكة، وظاهر القرآن أن الله وعده بذلك. قال الله عز وجل له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبعض أهل العلم يرى أن هذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر وهو يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وطاف بالبيت وأشار إلى الأصنام فأخذ بمحجن كان في يده فأخذت تتهاوى وتتساقط وهو يتلو، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الدماء، تظل جيادنا متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، إلى أن قال: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقد وقع ذلك وكان في العام الثامن من هجرته صلوات الله وسلامه عليه في شهر رمضان. فهذا يوم عظيم من أيامه. قبل ذلك كان يوم بدر، والله عز وجل قال ولقد نصر، قال أخبر أنه جل وعلا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فجعل ذلك من أعظم المنن. فقد كان يوم بدر يوما عظيما، ولذلك ما رؤي الشيطان في يوم هو أدحر منه ولا أبعد من يوم بدر، لما رأى من تنزل الملائكة ونصر الله عز وجل للمؤمنين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب، لعمر لما أراد أن يعاتب حاطب: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه بعض الأيام المجيدة في سيرة النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه.